وأيضا فلنسأل الله ضابطا الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب مرضى شعبك. تعهدهم بالمراحم والرأفات، اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض، اطرده الذين أبطأوا مطروحين في الأمراض، أقيمهم وعزيهم، والمعذبين من الأرواح النجس أعتقهم جميعا، الذين في السجون أو المطابق أو الذين في النفي أو السبي والمقبوض عليهم في عبودية مرة، يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين، رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين، يا عزاء صغير القلوب، ميناء الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة أو المقبوض عليها، أعطها يا رب رحمتان، أعطها برودة، أعطها نياحا، أعطها نعمة، أعطها معونة، أعطها خلاصا، أعطها غفران خطاياها وآثامها. نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها، والتي لأجسادنا عافيها، أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا، يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب آبائنا وإخواتنا المسافرين. المسافرين الذين يضمن السفر في كل موضع لكي يسافركم اجمعين، كان في البحر او الانهار او البحيرات او الجو او الطرق المسلوكه او المسافرين بكلنا، ولكي المسيح الهنا يردهم الى مساكن سالمين، واغفر لنا خطايانا يا رب. والذين يضمرون السفر في كل مكان، سهل طرقهم اجمعين، ان كان في البحار او الانهار او البحيرات او الجو او الطرق المسلوكه أو السالكين بكل نوع، لكي كل أحد بكل موضع، ردهم إلى ميناء هادئ، ميناء الخلاص. تفضل اصحبهم في الإقلاع واصحبهم في المسير، ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين. اشترك في العمل مع عبيدك يا رب في كل عمل صالح، ونحن أيضا غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا عاصف ولا قلق إلى الانقضاء. يا رب فلنسبح مع ملك قائل مجد الله في الأعالي وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نشكرك من الأزمة يا رب. يا حامل خاطرتي عن قمة نبيك الجالس عن يميني يا رحمن، أنت وحدك القدوس، أنت وحدك العالي يا رب العالمين، المسلم مجد الله لك أمين، وباركك كل يوم وأسبح اسمك القدوس يا رب. منذ الليل روحت بك إليك يا إلهي لو نعم، كنت كأنك صرت لي معينا باكرا يا رب تسمع صوت بالغدد. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي، يموت الذي صلب عنا ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي، يموت الذي قونا مات وصعد السماء ارحمنا، المجد الآب والابن والروح القدس الآن كله. أيها السيد القدوس ارحمنا، يا سيد القدوس ارحمنا، يا سيد القدوس يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، اجعلنا مستحق أنك يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسم، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا أعطينا اليوم، اغفر لنا هذه الأمة كما نحن أيضا من أساء إلينا، لا تكلنا في تبولاك الناجي مع هذا الشرير بالمسيح يا صارب، لأن لك الملك والقوة والمجد أبد آمين. السلام لك نسألك يا قدس المتلام أجعل أسرار كل حي والإله المسيح سعد صارب. السلام التي اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم مريم قدس اشفعي فينا من المسيح الذي كان من الغفران خطايانا.
السلام لك أيتها العذراء الملك السلام الفخم المتين عمانوئيل. نسألك اذكرين أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. شيريني أوتي بارسين وستور من آلي سنين شارب شوشون تبنجن وصريك فونان أمانوئيل. تنتي هو ريبا مبوتي بنستاتي سيتن وطنارين بنشويس وزباريستوس موبين. وسبح مرحمك يا ربي إلى أبد الآباد ومن جيل إلى جيل بفمي أخبر بحقك سامي عالت على رأسي وثقلات علي. يا الله اسمع تنهدي واطرح عني اجعلني مثل المعشر الذي أخطأ إليك وترى أفعالي وغفر لخطاياه. اجعلني مثل الزنية التي خلصتها وأنقذتها ونجيتها لأن أرضاتك أمامك. اجعلني مثل اللص الذي صلب عن يمينك واعترف بك هكذا قائلا. اذكرني يا ربي اذكرني يا إلهي اذكرني يا ملكي إذا جئت في ملكوتك. أنت يا مخلصي قابلت إليك أعترف وترفت علي وأرسلته إلى الفردوس. وأنا أيضا الخاطئ يسوع إلهي وملك الحقيقي تحنن علي واجعلني كأحد هؤلاء. أنا أعرف أنك صالح رؤوف ورحيم اذكرني برحمتك إلى أبد الأبد. أطلب إليك يا رب يسوع أن لا تبكتني بغضبك ولا بيركذك تؤدب جهالتي. لأنك لا تشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا. ترى أفعال ضعفي ولا تنظر إلي بغضب. أخطأت يسوع ربي أخطأت يسوع إلهي يا ملكي لا تحسب علي الخطايا التي صنعتها. أسألك يا مخلصي فلتدركني ما رحمك لتخلصني من الشداد المضادة لنفسي. لا تحرق عدم معرفة مثل سادم ولا تهلكني أيضا مثل عمورة. لكن يا رب اصنع معي مثل أهل نينوى الذين تابوا فترفت فغفرت لهم خطاياهم. لكن فلتدركني سريعا ما رحمك يا ربي لأصرخ مع هذا الشعب صوت لا يسكت. من أجل هذا اطلب إليك أيها الرب الإله مخلصي لا تحكمني أنا الضعيف الخاطي. لكن حل واغفر لي ذلاتي الكثيرة كصالح ومحب البشر ارحمنا كعظيم رحمته. ونياتي انطمارياتي صافي وسميتي ما اسنوت كيني بيوم وتكون اليام من نقي التي نادت في أرضنا وأين عتلنا ثمرات الروح. بابن مبارك ليتم في طبيج بشير جن ميوت برزانس كطبت بوس النوتي. لأن تلك الحميمة هي بشرتنا بسلام الله صار للبشر. إن صهيو تنيل بستشرم ببشار النوتي أريئني إن بنينان أني باي خارف تخنتيني جي. أي يسوع المولود من الآب ولد لنا منك وحرار جنسنا. فلنأكل هذا من قلبنا ولن وبعد ذلك بلسانا أيضا صارخين قائلين. يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطينا تمجيدا. شيريني وتي برسين وسورو من لسنين شيرب شوشون تبنجن وسريك فونان أمانوئي. تنتي هو وريبا ميموتي بروستات تنوت نارين بن شويسوس بغنستوس تفكان النوفيناني. إذا ما قالوا هللويا يتبعهم السمعين قائل قدس آمين هللويا المجد هو لإلهنا. اشفعوا فينا أيها العساكر الملكية والطغمات السمعية ليغفر لنا خطايانا. السلام لك يا الشهيد السلام للإنجيل السلام للرسول مرقس ناظر الإله. اطلب من الرب عنا يا ناظر الانجيل ابا مرقس الرسول ليغفر لنا خطايانا. خرجت اصواتهم الى وجه الارض كلها وبلغ كلامهم الى اقطار المسكونه. ومبشوي ساريا جن انا شيسنيوتنا وسطولوس دمبش في صناف ماسيتس
انت في كان النوفي ناني فول. السلام لك يا الشهيد، السلام لشجاع المجاهد، السلام للابس الجهاد سيد الملك جاور جيوس. طويم بشوي ساري يا قنبص طفروس مرتيروس باشوي سب اورقا ورقيوس. تفكان النوفي ناني فول. طوبك ايوه البرهان بشنو ده رئيس المتوحدين، لانك تكلمت مع المسيح مثل موسى وضع الناموس. طويم بشوي ساري يا قنبشي سنيوت ناس كيتيس وشنو ده بارش من ادريس. تفكان النوفي ناني فول. أنت نظر علينا في المواضع العالية التي أنت كان فيها يا سيدتنا كلنا، ولد الإله العذراء كل حين. اسأل الذي ولدته مخلصنا الصالح أن يرفع عنا ذي الأتعاب ويقرر لنا سلام. السلام لك يا العذراء الملك الحقيقي الحقاني. السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانويل. نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. تنشس نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك يا العذراء القديسة، لأنك ولدت لنا مخلص العالم. أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملك المسيح فخر الرسل كل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يطلق. ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنطي، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما كتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده الذي ليس لمن قيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحمد بس من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والليل النار في كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة المفروض خطايا. تنقش تفول خايت انت يا نستاسيس تنيري موت نمبيون خنت بي ونسني مي افنوتي خطايانا. أمين يا ليسون يا ليسون يا ليسون. بسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. باكر يوم الاثنين من الأسبوع الخامس من الصوم المقدس من أمثال سليمان الحكيم، بركاته على جميعنا أمين. توكل على الرب من كل قلبك وعلى فطنتك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه لكي تقوم سبلك، لا تكن حكيما في عيني نفسك،
اتق الرب وابعد عن كل شر فيكون الشفاء في جسدك والعافية في عظامك. أكرم الرب من مالك وأعطيه باكورات ثمار برك أو غلاتك فتمتلئ مخازنك شبعا وتفيض معاصرك خمرا. يا بني لا تحتقر تأديب الرب ولا تسأم إذا وبخك، فإن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة والذي يفني في طلب الفطنة، فإن تجارتها خير من كنوز الذهب والفضة. هي أكرم من اللآلئ الكثيرة الثمن، لا يقاومها أي شر، سهلة الظهور لكل من يقترب منها. كل النفائس لا تساويها، في يمينها طول الأيام وكثرة السنين، وفي يسارها الغنى والمجد. من فمها يخرج العدل وعلى لسانها الشريعة والرحمة. طرقها طرق نعمة وجميع مسالكها سلام. هي شجرة الحياة للمتعلقين بها وسند للمتكلين عليها مثل الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد آمين. من أشعيا النبي بركاته علينا آمين. لذلك هكذا يقول الرب على ملك أشور أنه لا يدخل هذه المدينة ولا يرمي إليها سهما ولا يتقدم عليها بترس ولا ينصب عليها مترسة، لكن في الطريق التي جاء منها يرجع وإلى هذه المدينة لا يدخل. هذا ما يقوله الرب، وأحامي عن هذه المدينة وأخلصها من أجلي ومن أجل داود عبدي. وخرج ملاك الرب وقتل من جيش أشور 185,000، فلما بكروا صباحا إذا هم جميعا جثث أموات. فرجع سنحاريب ملك أشور وأقام بنينوى، وفيما هو ساجد في بيت نصروخ إلهه قتله أدر ملك وصراصر ابناه بالسيف، ونجوا إلى أرض أرارات، وملك آسر حيدون ابنه عوضه. في تلك الأيام مرض حزقيا مرض الموت، فجاء إليه أشعياء ابن آموس النبي وقال له هكذا يقول الرب أوصي لبيتك لأنك تموت ولا تعيش. فحول حزقيا وجهه إلى الحائط وصلى إلى الرب وقال اذكرني يا رب بكل كما سلكت أمامك بالحق وسلامة القلب وصنعت ما يرضيك أمامك. وبكى حزقيا بكاء شديدا. فصار كلام الرب إلى أشعياء اذهب وقل لحزقيا هكذا قال الرب إله داود أبيك إني قد سمعت صوت صلاتك ورأيت دموعك، ها أنا أزيد على أيامك 15 سنة وأنقذك من يد ملك أشور وأحامي عن هذه المدينة. مجدا للثالوث القدوس الآب والإب آمين. ومن سفر أيوب الصديق بركاته علينا أمين. فأجاب إليفاز التيماني وقال أليس الرب الذي يعلم الفهم والفطنة؟ لأنه بماذا ينتفع الرب إن كنت أنت تتركني في أعمالك، إن كنت أنت تتزكى في أعمالك؟ وهل من فائدة إذ قومت طرقك ووبخك ويحاججك؟ أليس شرك جسيما وأثامك لا نهاية لها؟ لأنك أخذت رهائن إخوتك باطلا وسلبت العراة ثيابهم. لما تسقي العطشان ماء، وعن الجائع منعت خبزك. رفعت وجوه بعض وجعلت البعض فقراء على الأرض. أرسلت الأرامل الفارغات واليتامى ضايقتهم. لذلك تحيط بك الفخاخ، تباغتك الحروب العجيبة. النور صار لك ظلاما وفي نومك يعلوك غمر، وفيض غمر المياه يغطيك. أيرى الله الكائن في الأعالي السالك في العظائم أيتضع؟ وقلت ماذا يعلم القدير؟ آمن وراء الضباب يقضي. السحاب ستر له فلا يرى، وعلى دائرة يتمشى. هل تحفظ مسلك القدم الذي داسه رجال الإثم الذين قبض عليهم قبل أوانهم؟ انصبت الأنهار على أساسهم القائلين ماذا يصنع بنا الله، أو ماذا يجلب علينا القدير؟ وهو قد ملأ بيوتهم خيرا ومشورة المنافقين ابتعدت عني. ينظر الصديقون ويفرحون والبريء يستهزئ بهم. ألم تنقرض قوتهم وقد أكلت بقيتهم النار؟ تقرب لننظر وتمهل فبذلك يأتيك خير.
اقبل الشريعة من فيه وضع كلامه في قلبك. إن رجعت واتضعت أمام القدير يجعل الظلم بعيدة عن خبائك، وتجلس على الصخرة في آخرتك، وتصير الصخرة كذهب صوفير، ويكون القدير معينك وينقيك كالفضة المصفاة من أيدي أعدائك. حينئذ تتلذذ بالقدير وتطلع إلى السماء بفرح إذا دعوته فيجيبك، ونزورك توفيها ويرد إليك مسكن البر، وعلى طرقك يضيء النور إذا اتضع تقول إنه ارتفع، ويخلص المنخفض العينين ويفلت الزكي وينجو بطهارة يديه. مجد للثالوث القدوس إلهنا الأب والابن الروح القدس. نومين تغناطة أنستومين إكلينومين تغناطة كي أنستومين إكلينومين تغناطة ناينار بلوتو ناينار. أيها الطويل الأناه الكثير الرحمة الحقيقي، اقبل سؤالاتنا وطلباتنا منا، اقبل ابتهالنا منا وتوبتنا واعترافنا على مذبحك المقدس غير الدنس السمائي، فلنستحق سماع أناجيلك المقدسة، نحفظ وصاياك وأوامرك ونثمر فيها 160 و30 بالمسيح يسوع ربنا. اذكر يا رب مرضى شعبك، افتقدهم بالمراحم والرأفات، اشفيهم. صلوا من اجل المرضى. يا رب رحم. اذكر يا رب ابائنا واخواتنا المسافرين، ردهم الى اوطانهم بسلام وعافية. صلوا من اجل المسافرين. يا رب رحم. اكلينومين تغناطة ناينار بنوت ابن سوتير انستومين اكلينومين تغناطة ناينار بنوت ابن سوتير كي انستومين إكلينومين تغناطة ناينار بنوتو ناينار. أذكر يا رب أهوية السماء وثمرات الأرض وباركها. أذكر يا رب مياه النهر باركها، اسعدها كمقدارها كنعمتك. أذكر يا رب الزرع والعشب ونبات الحقل باركها. نحني ركبنا ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. نقف ونحني ركبنا ارحمنا يا الله خلصنا. ثم نقف ونحني ركبنا ارحمنا يا الله ثم ارحمنا. اذكر يا رب خلاص الناس والبهائم. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة آبائنا الأرثوذكسيين. اذكر يا رب رئيس أرضنا عبدك، احفظه في سلام وعدل ومقدرة. صلوا من أجل رؤسائنا محب المسيح. يا رب رحم. إكلينومين تغناطة أنستومين إكلينومين تغناطة بن سوتير كي أنستومين إكلينومين تغناطة ناينار بنوت ناينار. اذكر يا رب المسبيين نجيهم جميعا. صلوا من اجل المسبيين. يا رب رحم. اذكر يا رب ابائنا واخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الايمان الارثوذكسي، نيح نفوسهم اجمعين. صلوا من اجل الراقدين. يا رب رحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطيهم كلهم الاجر السمائي. صلوا من اجل السعاده والكرامه.
الخرابين يا رب ارحم نحني ركبنا ارحمنا يا الله الاب باب الكل نقف ونحني ركبنا ارحمنا يا الله ثم ارحمنا ثم نقف ونحني ركبنا ارحمنا يا الله ثم ارحمنا اذكر يا رب المتضايقين في الشدائد والضيقات خلصهم من جميع شدائدهم صلوا من اجل المتضايقين يا رب ارحم اذكر يا رب موعوذي شعبك ارحمهم ثبتهم في الايمان بك صلوا من اجل الموعوذين يا رب ارحم كل بقيه عباده الاوثان انزعها من قلوبهم ناموسك خوفك وصاياك حقوقك اوامرك المقدسه ثبتها في قلوبهم اعطهم ان يعرفوا ثبات الكلام الذي وعظوا به وفي الزمن المحدد فليستحقوا حميم الميلاد الجديد لغفران خطاياهم استعدهم هيكلا لروحك القدوس أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين والرسل المكرمين الأطهار قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسك يا رب اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا واوصونا ان نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها اليك ايها الرب الهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا شو اسنتيني جوم كرييف لوجيسون اكتوكاتا لوكا ناجيو ايفانجيليو تو اناغنوس ما سايسي كيريا فصل بإنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته عليهما أمين من مزامير أبينا داود الملك الطاهر بركاته على جميعنا أمين أمل يا رب سمعك لا طلبتي فقد امتلأت من الشر نفسي وبدنت من الجحيم حياتي حسبت مع المنحدرين في الجب هللويا
ثم كلمهم بمثل قائلا: كان إنسان غني أخصبت كورته ففكر في نفسه قائلا: ماذا أصنع فأنه ليس لي موضع أجمع فيه ثماري؟ ثم قال: لأفعلن هذا، أهدم أهرائي وأبنيها أعظم كثيرا وأجمع هناك جميع أرزائي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال الله له: يا جاهل، في هذه الليلة تنزع نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هذا كمن يدخل لنفسه وليس هو غني لله، والمجد لله دائما، آمين. جبن يوتد خني بيو مريف طوبون جيب كران مارس إن جي تكمت أورو جيبك ببي أوشاني إني جيف اسمروت يوت نمب شيرين ببن مايس هو إتري ياسد جيك بولتن وشتن مجتن تي أونس أبان الناس بالسماوات مكليات ملكوت تقوم مشياتك كما في السماء كذلك على الأرض، وزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا دينه كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليك، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. كم بخريستوس إيسوس بن شويس إنوك بيونسو كيريه إيريني قاسي إيطمي. أنت يا رب لسأت في السماء تنزلت وتنست من أجل خلاص جنس البشر، أنت هو الجالس على الشروبين والصرفين منظر متواضعين، أنت الآن أيضا يا سيدنا الذي نرفع أعين قلوبنا إليك يا رب الغافر أثامنا ومخلص نفوسنا من الفساد، نسجد لتعطفك الذي لا ينطق به ونسألك أن تعطينا سلامك لأنك أعطيتنا كل شيء، اقتننا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف أحد سواك، اسمك القدوس والذي نقوله، ردنا يا الله إلى خوفك وشوكك، سر أن نكون في تمتع خيراتك الذين أحن رؤوسهم تحت يدك، ارفعهم في السيرة زينهم بالفضائل لنستحق كلنا ملكوتك الذي في السماوات بمسرة الله أبيك الصالح، هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان دهد كلها، أمين. أيها السيد رب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل الآلام المخلصة الذي نفخ في تلميذ القدسين وقال لهم: اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن مسكتموه عليهم ومسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسك الأطهار نعمت الذين يعملون كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض ويربطوا ويحلوا كل ربطات الظلم. الآن أيضا نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي، نحن كلنا منحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس، ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع عنا كل ربطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب بالقول أو بالفعل أو بالفكر أو بجميع الحواس أو بصغر القلب. أنت يا سيد العارف بضعف البشر كصالح ومحب للبشر، اللهم أنعم علينا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حللنا وحلل سائر شعبك، املأنا من خوفك ومن إرادتك المقدسة، لأن لك المجد والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان. أمين. كريا ليصن، كريا ليصن، كريا ليصن من الليل ويذب سبكيك كيار يبن إبماتي كريكاري كيستوسيون أستونيو آمين تنوشي بورين قويم وشيو كويس إستوس أرنست في ناري يقول من قول من أقول شاين تفسوت خين النوفي سوت منو نينار كريا ليسون كريا ليسون كريا فنوكي صنمي ويرو اسمو ويرو يا ربنا يسوع المسيح ملك الدهور الذي صام عنا 40 يوما و40 ليلة اقبل إليك صومنا، اغفر لنا أثامنا واصفح عن زلاتنا، امنحنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك واحفظنا بقداسة وبر جميع أيام حياتنا بالسؤالات والتربات التي ترفعنا كل حين سيدتنا والدة الله القديسة العذراء مريم والثلاثة العظماء من روم ميخائيل وغبريال ورفائيل وكافة رؤساء الملائكة والطغمات السمائية والأباء ورؤساء الأباء والأنبياء والقديسين والشهداء والمعترفين والسواح والعباد والنساك وكل لباس الصليب والأبرار والصديقين الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ أدم الآخر الدهور وبركة أمنا العذراء الطاهرة مريم وبركة صوم 40 الخلاص الذي لمخلصنا الصالح بركاتهم المقدسة وهبتهم ورحمتهم ومحبتهم وشفاعتهم وقوتهم فلتكن معنا جميعا أمين بإخريستوس بنوتي أمين أساشوبي. أيها
المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. جيثوك تتيجوم ننبئو وننبسمون ننبئ ماهي شائني أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفاف أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. الآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. كونوا في سلام، وسلام الرب يكون مع جميعكم. شيري امونو او 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 شيرين ابن مؤثواب ونوت ونوت امين شويس نانان شويس نينان امين الليلو يا خنفران مفيوت نمشير من مؤثواب ونوت امين. تسبيحة وصلاة الساعة الثالثة نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، نرجوه أن يغفر لنا خطايانا كثيرة أمين، من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي وملك بركاته على جميعنا أمين.
قدوس قدوس رب السباقوت السماء والأرض من ولتم مجدك وكرامتك الأقدس. فصل من إنجيل معلمنا ماري حنا البشير التميسة بركة على جميعنا أمين. أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون، لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر، وأنتم من قبل أنقياء من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم. والمجد لله دائما أبدا أمين، ليكمل قول الله بسلام. يا رب الذي أرسلت على تلميذك القدسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا صالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا اخلق فيه الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلميذك القدسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا صالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح الكلمة روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقانية الحاملة عنقود الحياة، نسألك آياتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا، مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا. أيها الملك السماوي المعزر الحق في كل مكان والملك لكنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحلي فينا وطهرنا من كل ذنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كسابت ليك كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ونحن سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا كينيك إذا ما وقفنا بهيكلك المقدس نسبق القيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة، نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا خطايانا الكثير. أمين. كري إليسون 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 قدوس 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 رب السماوات والسماء والأرض قدوس الحمد أيها رب إلى الذي دعنا لك رحمتك رب الخطايان أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر المسيح يسوع رب لنا لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. شويس نينان بشويس نينان أمين الليلو ياخي نفران إمي فيوتني مبشيريني بابن أم أثواب ونوتيون أمين. صلاة وتسبحة الساعة السادسة نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجوه أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي وملك بركاته على جميعنا أمين.
ثيوثيوس ايمون قدوس 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 رب السبعوت السماء والارض من مجدك الاقدس. فصل من انجيل معلمنا ماري متى البشير والتمييز دار بركات جميعنا امين. فلما ابصروا الجموع صعد الى الجبل، وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتحوا فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لانهم لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانه لانهم يتعزون، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون، طوبى للرحماء لانهم يرحمون، طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله، طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا ترادوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح إلا بعد شيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقدون سراغاً وضعونا تحت المكال، بل يدعونا على المرارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا آباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائماً. ليكمل قول الله بسلام تنورش مكب هرستوس يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق سك خطينا ومسيح إلهنا وخلصنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر ووقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة، أحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعة القوية ومقبولة عند مخلصنا يا الأم الطاهرة. لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر خطايانا من أجل اسمك القدوس. آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك طارتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصر قائزا المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير فاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأنك بمشيتك صرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودة العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتهين العالم يا رب المجد لك. آمين كأعين كأستوسي أونستوني أونون آمين. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا وصحققنا الحياة الأبدية، ونولنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائة المسيح إلهنا لأنه قوي. نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا خطايانا الكثيرة. آمين. كريليسون 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 قدوس 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 رب السبعوت السماء والأرض. ارحمنا يا الله الاب داود الكل يسوس القدوس ارحمنا، لانه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا ولا صنعناها بغير ارادتنا، لا دفعناها بمعرفه ولا دفعناها بغير معرفه،
خفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي علينا كرحمتك يا رب ولسك خطايانا وجعلنا مستحقين أن نصلي بالشكر أبانا الذي في السماوات قدس اسمك. لا تدخلنا في تجربة ولكن نجينا من الشبيه المسيح يا صارف لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. شو يسنينان بشو يسنينان أمين للويا خنفران مفيوتن مفشيرن ببنم وأثواب ونوتين أمين. صلاة وتسبحة الساعة التاسعة نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا ونرجوه أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة أمين. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي وملك بركاته على جميعنا أمين. ثيوثيوس من قدوس 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 رب السبأوت السماء والأرض من تمام مجدك الأقدس. فصل من إنجيل معلمنا مرقس البشير التلميذ دار بركاته على جميعنا أمين. هذا هو دخل على انفراد مدينة تسمى بيت سايدة فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله وكان يشفي المحتاجين إلى الشفاء وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا ها هنا في موضع قفل. قال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن فنشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا واتكئوا أجمعين. وأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليطعموا أمام ليضعوا أمام الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 قفة. مجد لله دائما أبدا. مجد لله دائما أبدا أمين. ليكمل قول الله بسلام تنشر مكبار استوت من كبير الأرض جي من ذاك الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة أمد حواسنا الجسمانية يا المسيح إلهنا ونجينا. فلتدن وسيلتي قدامك يا رب كقولك فهمني فلتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحييني. يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال بل قدس نفسي واضي فهمي اجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيية كيما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله عنا الذين جبلتهم بيديك أظهر محبتك للبشر أيها الصالح
اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا نجيا مخلص الشعب متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك ويعقوب إسرائيل قديسا. آمين. رئيس الحياة على الصليب معلقا وقال لولا إن المصلوب معنا إليه متجسد ما كانت الشمس أخفى شعاع ولا الأرض جعلت مرتدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اسكنني يا رب ما تجئت في ملكوتك. ثابت ريك أيوك أغيب نظماتي. يا من قبل إليه اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح، نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نكر بخطايانا معهم معترفين بلويتك نصرف معا جميعا اسكننا يا رب ما تجئت في ملكوتك. كينك عينك استوسيون استونيون آمين. عندما نظرت الوالدة الحامل والرعن مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي أباك أما العالم فليفرح لقبول الخلاص، وأما أحشائي فلتلتبت عند نظر الصلبوتك التي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا خطايانا الكثيرة. آمين. التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة ولا فعلناها بغير معرفة خفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من الجسد القدوس الذي دعو علينا كرحمتك يا رب ولا تسك خطايانا واجعلنا مستحقين أن نصلي بالشكر أبانا الذي في السماوات. شو يسنينان أمين الليلويا خنفران مفيوتني مبشيرين ببنمس وابنوتين وتأمين تسبيحة صلاة على الغروب والنوم من النهار بارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجوها نغفلنا خطايانا كثيرة. أمين. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي ملك بركاته على جمعنا. أمين.
صوت يوسمون قدوس 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 رب السبعوت السماء والأرض من الوقتات من مجدك الأقدس. فصل من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير التمييز. بركاته على جميعنا أمين. ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان وكانت حماة سمعان بحمى شديد فسألوه من أجلها فوق وقا منها وانتهر الحمى فتركتها في الحال قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونه إليه، أما هو فكان يضع على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تخرج من كثيرين ويتصل وتقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوه أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أمين. إذا كان الصديق بالجهد يخلص أين أظهر أنا الخاطي؟ سقر النهار وحر لما احتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الحادي عشر، لأني هنذا بالأسهم حبل أبي والخطايا ولدتني أمي. فما أجزر أنصر إلى علو السماء لكي، لكننا نتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشر صارخا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. اسرع إلي مخلص بفتح الأحضان الأبوية لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رحمتك التي لا تفرغ فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر رحمتك. لأن إليك أسرق يا رب بتخشع أخطأت أبدا في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا بل إي عدك عدى إجراءك. كينين كهين كيستوسيون أستونيون آمين. لكل اسم بحرص ونشاط فعلت ولكل خطية بشق واجتهاد ارتكبت ولكل عذاب وحكم استجوبت. فهي لي أسباب التوبة أيها السيد العذراء إليك أتضرع بك أستشفع وإياك أدعى أن تساعديني لألا أغزى وعند مفارقة نفسي من جسدي إحضري عندي ولمؤامرة الأعداء اهزيمي ولأبواب الجحيم اغلقي لألا يبتلع نفسي عروس بلا ختم الخدم الحقيقي. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الموت صعد الى السماء ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان بعد كلها امين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أباؤنا وأخواتنا الذين رقدوا ربنا احنا نفوسهم يا من هو بالخطايا رب ارحمنا. يا الذي بالخطايا رب أعنا واقبل تلبتنا إليك لأن لك المجد والعزة تقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نصلي بالشكر. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. السلام لك نسالك ايها الممتلئ بمجد العذراء كل حين ولتلهم المسيح. اسعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح الأهنى العذراء القديسة. اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع رفوسنا وغفر لنا خطايانا. آية العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمين للجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه. السلام لك يا العذراء الملكة الحقيقية. السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسألك أسكلينة الشفيعة المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. زقصاص يؤثي أسمهم قدوس 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 رب السبعوت السماء والأرض مملؤتا من مجدك الأقدس. فصل من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ. بركاته على جميعنا أمين. وإذا إنسان كان بورشليم اسمه سمعان وهذا الإنسان كان بار التقييد متوقع تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد أعلم واحد من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعين المسيح الرب وأقبل بالروح للهيكل. ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كبادي في الناموس حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددت قدام جميع الشعوب نور تجلى للأم ومجد لشعبك إسرائيل والمجد لله دائما أبديا أمين. ليكمل قول الله بسلام تنوش مكبر هرستوس هو زناتي تنقف أمام الديان العادل مرعوب مرتعب من كسر الذنوب لأن الأمر المنقضي في الملا يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفس ما دمت في الأرض ساكنة لأن الطراف في القبر لا يسبح وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر بل انهضي من رقاد الكسل وتضرع للمخلص بالتوبة قال اللهم ارحمني وخلصني. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكانت لك يا نفس حجة واضحة
لكن إذا انكشفت أفعالك الردية وشروك القبيحة أمام الدين العادل فأي جواب تجيب وأنت على سرير الخطايا من طرف يغضى الجسد متهاونة أيها المسيح لأن الكرسي حكمتك المرهوبة أفزع ولمجد جنودك أخشى ولنور شعلهوتك أجزع أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي لكني أتخذ صورة العشر قارع عن صدري قيلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي كيني كاي كيستوسيونستونيونون آمين أيها العزراء طيرز بليزلك السريع المعونة على عبدك وابعد أمواج الأفكار الرديعة عني وانهدي نفس المريضة للصلاة والصار لأنها استغرقت في سبات عميق فإنك أم قادر رحيمة معينة ولدت ينبوع الحياة ملك وإله يسوع المسيح رجائي تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية مبارك أنت رب الأربان مساء بركة واسمك القدس والمجد لبد أمين فلتكن رحمتك علينا رب كما اتكلنا عليك لأن عامل كل تترجاك أنك أنت لا تستطيع طعام في حينه اسمعنا يا الله مخلصنا رجاء أكثر الأرض كلها أنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل لبد أمين مبارك أنت يا رب علمني عدلك مبارك أنت يا رب فهمنا حقوقك مبارك أنت يا رب أنير لي برك يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد أعمال يديك يا رب لا ترفض أنك سرت لي من الإنجيل إلى الجيل أنا طلبت إلى رب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني وصلت إليك يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي عندك ينبوع الحياة بنورك يا رب نعاين النور فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك لمستقيم القلوب لك تجب البركة لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين جيد والاعتراف للرب وترتيل اسمك أهل علي أن يخبر برحمتك في الغدوات تحقق في كل ليلة نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك يا تعزر القديس وآيات لله لك يا سيدنا مليك المسيح فخر رسل كل الشهداء تهل الصديقين نبشر بالسر القدس لوات واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم ربك امين بالحقيقه نؤمن بإله الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل ظهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق سأولى في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر ومن أجل خلاص نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأنس وصلب عنا عهد بلاطس البندي تألم وقبر وقام برموت فلوم الساس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي لدين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء النوم نوم بالروح القدس الرب المهم بسخ من الآب نسجد له من الجرم الآب والإبن الناطق الأنبياء وبكنيسة واحد مقدسة جامعة رسلية نعترف معمودية واحد لمغفرة الخطايا موت وحياة الدار الآتي آمين يا حامل الله يا حامل خطايا العالم نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا خطايانا الكثيرة آمين كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم أيسون كريال أيسون رحمنا يا الله كريال أيسون كريال أيسون اسمعنا ورحمنا كريال أيسون كريال أيسون يا رب ورحم كرياليسون رحمنا يا الله كرياليسون اسمعنا ورحمنا كرياليسون يا رب ارحم كرياليسون اسمنا يا الله كرياليسون اسمعنا وارحمنا كرياليسون يا رب ارحم كرياليسون رحمنا يا الله كرياليسون اسمعنا ورحمنا كرياليسون يا رب ارحم
كرياليسون كرياليسون رحمنا يا الله كرياليسون كرياليسون اسمعنا ورحمنا كرياليسون كرياليسون يا رياليسون كرياليسون كرياليسون قدوس 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 رب السماوات والسماء والأرض مملوتان منك كرامتك رحمنا يا الله ضابط الكل أيها الصلوات القدوس ارحمنا أيها الرب لله أخواتكم معنا لأنه ليس لنا معين في شديد انتقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعنا بردت والتي صنعنا بغير ردتنا التي فعلنا بمعرفة التي فعلنا بغير معرفة الخفية والظاهر يا رب اغفرها لنا باسم القدوس الذي دعونا عليك رحمتك يا رب وليس خطيئنا الله الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء ذلك الأرض خبزنا اليوم وأغفر لنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. ارحمنا الله ثم ارحمنا يا مجد كل وقت وكل ساعة في السماء والأرض مسجود له ومجد المسيح لنا الصالح الطيب الكثير الرحم الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم خطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشام الخاطئ مثلما يدعو ويحفظ يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا وسهل حياتنا ارشدنا الى عمل بصيات قدس ارواحنا طهر اجسامنا قوم افكارنا نقي نياتنا اشفي امراضنا واغفر خطايانا نجينا من كل حزن رضي وكفل احطنا بملائكه قديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل الى اتحاد الايمان والى معرفه مجد غير المحسوس وغير المحدود فانك مبارك الى الابد امين. مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدسة الجامع الرسولية أمين. أذكر يا رب هذه القرابين المقدسة الكريمة والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي ليلويا اي خون شابي ما ان ارشوش انتفنو او تي نارين بهو امبنو تي في ايطاو تي امبو نوفي تي تامتالو تينا او انهيناك ايفو لبنوتي بنوتي را اريف مبيب شوي سنطافيت نمتب مترم راف شترس الليل افس مروت انجي افنوت فيوت بي باندو كراتور افس مروت انجي بف منو جنيس انشير يسوس بي خريستوس بين شويس افس مروت انجي بي بنغما اس اواب امبارك ليتون شوف شايني آمين هللويا
صلاحك يا محب البشر كنا احنا نكملها سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاه عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين ان نانا من شركه اسرار المقدسه المباركه المغفره خطايانا يا رب ارحم. من اجل هذا نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد وكل تجربه وكل فعل الشيطان مؤامره الناس الاشرار وقيام الاعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائده المقدسه وعن موضعك المقدس هذا اما الصالحات نيدي اثنانيد نمني تنفري صهني امو اوقنان جي انسوك بقي تاكتم في ارشيشنان اهو مي اجن اهو اوف نمني اتشالي نم اجنتي قمتي رسنتي بي قاجي صوتي صامين كيتو ابن أماتي إيسو نفسنتي خنيتو أو إسواب أويب شويس ميني بيلي إنتي سيون إهوتيني ما إنشو بيتيرو إنتي يكو وفصاجد ذيتين هاني في أوي إغطايوتي فاكي إنتي إبنوتي هللويا سيونتي مغناقوس جي أورومي نم أورومي أبشو بين خيط
Owohen sovpite chusi avihi sinti emmos shaini halleluja. Nainani vnoti viot bivan dokratur. Nainani vnoti ben sutir. Nainani vnoti nainani kirie le. الشمام السابقات الكريسة كل الشعب وضعف يكونون محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس ومن فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسول من فم الاثنى عشر رسولا وفم مناظر الإله الإنجيلي ماركوس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديوسكوروس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس إيرغوريوس ومن فم 318 الذين اجتمعوا بنيكيا وال150 بالقسطنطينية وال200 بأفسس ومن فم صاحب القداسة الباب المكرم الأنبا تودروس الثاني ومن فم حقارتي لأنه مبارك ومملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كلها آمين. Moko bechere stos nem bekio
تينا غصوصني بابن مارس هو بجياكي صوتي امو ناينا البولس من السادة في ليبي بركاته علينا أمين. فإن كانت تعزية ما في المسيح أو تسلية ما للمحبة أو شركة ما في الروح، إن كانت رأفة ورحمة فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا، لا تعملوا شيئا بتحزب أو بعجب بل بتواضع حاسين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم، لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو للآخرين أيضا، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع الذي إذا كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون مساويا لله، لكنه أخلى نفسه آخذ صورة عبد صائرا في شبه البشر، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب، فلذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما يفوق كل اسم لكي تجسو باسم يسوع كل ركبة مما في السماوات وعلى الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان إن يسوع المسيح هو رب المجد لله الآب. إذن يا أحبائي كما أطعتم كل حين اعملوا لخلاصكم بخوف ورعدة، لا كما كنتم تفعلون عند حضوري فقط بل الآن في غيابي أكثر جدا، لأن الله هو الذي يعمل فيكم الإرادة والعمل من أجل المسرة. افعلوا كل شيء بغير تذمر ولا جدال لتكونوا بغير لوم وبسطاء وأبناء الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون فيهم كأنوار في العالم، متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح يأتي. لم عبسا ولم أتعب باطلا، نعمة الله الآب فتحل علينا يا بايو جميعا أخوتي أمين. الكاسل يكون من بطرس الأولى، ومن أراد أن يحب الحياة وأن يرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه من أن تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير وليطلب السلامة ويسعى في أثرها، لأن عين الرب على الصديقين وأذنيها إلى طلبتهم، لكن وجه الرب على الذين يعملون الشر. فمن الذي يأذيكم إن كنتم غيرون على الخير؟ ولكن وأنتم تعلمتم من أجل البر فطوباكم، أما فخوفهم فلا تخافوا ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم، وكونوا مستعدين دائما لمحابة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف، ولكم ضمير صالح حتى يغزى المفترقون عليكم كفى على الشر ويسلبون تصرفكم الصالح في المسيح، فأنه خير لكم أن تتألموا للعمل الصالحات إن كانت في ذلك مشيئة الله من أن تتألموا لعمل السيئات، فالمسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البار عن الأسماء ليقربنا إلى الله ممن في الجسد ولكن محيا في الروح، ولا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يزول. Ori evnoti Ah.
فيني نو فصل من أباء الرسل القديسين المشمولين بروح القدس بركاته على جميعنا أمين. أمين. فلما دخل بطرس استقبله كليديولوس وخر ساجدا عند قدميه فأقامه بطرس قائلا قم أنا أيضا إنسان. ثم دخل وهو يتكلم معه فوجد كثيرين مجتمعين فقال لهم أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأجنبي أو يدنو إليه. أما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه نجس أو دنس، فلذلك جئت بلا مخالفة. إذا استدعتموني فأستخبركم لأي سبب استعتموني. فقال كلينيولوس منذ 4 أيام إلى هذه الساعة كنت صائما، وفي الساعة التاسعة كنت أصلي في بيتي، وإذا رجل قد وقف أمامي بحلة باهية وقال يا كلينيولوس قد سمعت صلاتك وذكرت صدقاتك أمام الله، فأرسل إلى يافا واستدعى سمعان الملقب بطرس وهو نازل في بيت سمعان الدباغ على البحر وهو مدى جاء يكلمك. فمن ساعتي أرسلت إليك وأنت فعلت حسنا إذ جئت. والآن ها نحن جميعا حاضرون أمام الله لنسمع جميع ما أمرك به الرب. ففتح بطرس فاه وقال بالحق أن أرى أن الله لا يحاب الوجوه، ولكن في كل أمة من يتقيه ويصنع البر فإنه يكون مقبولا عنده. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز في هذه البيعة وكل بيعة ارزقك سيئة. أمين. بسم الآب والابن والروح القدس أمين. اليوم 26 من شهر برمهات المبارك أحسن الله انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء وسلام واطمئنان مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب ترحمنا وترحمكم يا أبا يا أخوتي. أمين. في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة الطوباوية براكسية العذراء، وهذه كانت ابنة لوالدين من عظماء مدينة روميا ومن عائلة الملك أنوريوس. وعند نياحة والدها أوصاها الملك بها، واتفق أن أتت والدتها إلى مصر لتحصيل أجرة الأملاك والبساتين التي تركها
لها زوجها، فحضرت ابنتها معها وكان عمرها وقتئذ 9 سنين، ونزلت بأحد أديرة العذارى وكانت راهبات ذلك الدير على غاية النسك والتقشف، فلا يأكلن المأكولات الدسمة ولا زيتا ولا فاكهة ولا يزقن خمرا وينامن على الأرض. فأحبت هذه الصبية الدير واستأنست بالخادمة التي فيه، فقالت لها الخادمة: عاهديني أنك لا تتركين هذا الدير. فعهدتها على ذلك، ولما أنهت والدتها عملها الذي كانت قد أتت لأجله امتنعت ابنته عن العودة معها قائلة: إني قد نظرت نفسي للمسيح ولا حاجة بي إلى هذا العالم، لأن عريسي الحقيقي هو السيد المسيح. فلما عرفت والدتها ذلك منها وزعت كل ما لها على المساكين وأقامت معها في الدير عدة سنين، ثم تنايحت بسلام. وسمع أنوريوس هذا الخبر فأرسل يطلبها، فأجابته قائلة بأنها نظرت نفسها للسيد المسيح ولا تقدر أن تخلف نذرها، فتعجب الملك من تقواها على صغر سنها وتركها. أما هي فصارت سيرة فاضلة وتعبدت تعبدا زائدا، فكانت تصوم يومين يومين ثم ثلاثة ثلاثة فأربعة فأسبوعا، وفي صوم 40 لم تكن تأكل شيئا مطبوخا. فحسدها الشيطان وضربها في رجلها ضربة آلمتها زمانا طويلا، إلى أن تحنن الرب عليها وشفاها، وقد أنعم الرب عليها بموهبة شفاء المرضى، وكانت محبوبة من الأخوات والأم الرئيسة لطاعتها العظيمة لهن. وفي إحدى الليالي رأت الرئيسة أكاليل معدة، فسألت: لمن هذه؟ فقيل لها: لابنتك باراكسيا، وهي ستجيء إلينا بعد قليل. وقصت الأم الرؤيا على الأخوات وأوصتهن ألا يعلمن باراكسيا بها. ولما حانت أيامها لتترك هذا العالم اعترتها حمى بسيطة، فاجتمع عندها الأم والأخوات والخادمة وطلبنا منها أن تذكرهن أمام العرش الإلهي، ثم تنايحت بسلام. ثم تنايحت بعدها الخادمة صديقتها. بعدها بقليل مرضت الأم، فجمعت الأخوات وقالت لهن: تدبرنا في من تقمنها عليكن، لأني ذاهبة إلى الرب. وفي صباح اليوم التالي افتقدناها، فوجدنا أنها قد تنايحت. صلاة الجميع تكون معنا أمين في مثل هذا اليوم. تعيد الكنيسة تذكار نياحة البابا بطرس السادس البطريرك 104 في سنة 1442 شهداء 2 أبريل سنة 1726 ميلادية. كان هذا الأب الطباوي الملاك الروحاني ابنا لأبوين مسيحيين طاهرين من المدينة المحبة لله أسيوط، فربيا أحسن تربية، ثقفاه بالعلوم والآداب الكنسية حتى برع فيها. كان اسمه مرجان، ولكنه اشتهر باسم بطرس الأسيوطي فيما بعد، وكانت نعمة الله حالة عليه من صغره. فلما بلغ أشده زهد العالم وكل ما فيه، اشتاق إلى سيرة الرهبنة، فمضى إلى دير القديس العظيم أنطونيوس بالعربة، فمكث فيه وترهب ولبس الزي الرهباني، أجهد نفسه في العبادة. ولما نجح في الفضيلة والحياة النسكية والطهارة والتواضع، اختاره الآباء الرهبان قسا، أخذوه رغم إرادته، أقاموا به إلى مصر، ورسم أسقف قسا على دير القديس العظيم أنبا بولا أول السواح، هو وكهنة آخرون من يد البابا يؤنس الطوخ البطريرك 103 في بيعة السيدة العذراء بحارة الروم، فزاد في الفضيلة وشاع ذكره بين الناس. ولما تنيح البابا يؤنس المذكور خلى الكرسي بعده مدة 2 شهر و6 أيام، لبسوا يبحثون عمن يصلح لهذه الرتبة الجليلة، فاختاروا بعض الكهنة والرهبان وكتبوا أسمائهم في وريقات وضعوها على المذبح وأقاموا القداس. وفي ثالث يوم وقعت القرعة على هذا الأب بعد الطلبة والتضرع إلى الله أن يقيم له المختار من عنده، فتحققوا بذلك أنه مختار من الله، ورسم بطريركا على الكرسي المرقسي في يوم الأحد 17 مصر سنة 1434 شهداء 21 أغسطس سنة 1718 ميلادية في بيعة القديس مرقوريوس أبي سيفين بمصر القديمة. وكان فرح عظيم بإقامته، وحضر رسامته الشعب المسيحي وبعض من الإفرنج والروم والأرمن وطائفة من العسكر. ثم بعد ذلك مضى إلى بلاد الوجه البحري وتفقد الكنائس، ووصل إسكندرية لزيارة بيعة ماري مرقس الإنجيلي
فوصلها في 11 برمودة سنة 1438 شهداء. اهتم هناك بإصلاحات معمارية داخل الكنيسة وقبل الرأس المقدسة الطاهرة، ولما أراد الرجوع علم أن جماعة بالإسكندرية تكلموا على الرأس المقدسة، أخفاها في الدير من ذلك الوقت، ثم قدم قنديلا من الفضة هدية وأسرجة على قبر البشير، كما أحاطه بحجاب له طاقات تطل على الداخل، ومضى إلى الوجهين البحر والقبلي، وفرح به أهل كورة مصر. وفي أيام هذا البابا حضر جماعة من الكهنة والشمامسة من قبل سلطان أثيوبيا، ومعهم هدايا فاخرة مع مرسوم من الملك يطلب مطرانا، فتشاور في الأمر مع المعلم لطف الله أبو يوسف كبير الأراخنة في القاهرة وباقي أراخنة الشعب على أبينا المكرم خريستو زولو أسقف القدس الشريف، فأمسكوه ورسموه مطرانا لأنه كان خبيرا كاملا ومعلما عالما وحبرا فاضلا، فمضوا به فرحين مسرورين. ودعي خريستو زولو الثالث وتولى هذه الأبروشية من سنة 1720 ميلادية إلى 1742 ميلادية، ورسم الأنبا أثناسيوس أسقفا على أورشليم، وقد شيدت فيه مدة رئاسة هذا البابا كنائس كثيرة وكرست بيته المباركة، ومن بينها كنيسة دير العدوية على البحر جهة المعادي التي جددها المعلم مرقورة الشهير بديك أبيض، وكنيسة الملاك ميخائيل القبلية بجهة بابلون، وكنيسة ماري مينا العجيبي بفم الخليج بمصر عمرها السري الشهير والأرخن الكبير المعلم لطف الله يوسف من جيبه الخاص. وبسبب هذا التجديد غرمه الوزير 40 كيسة من المال دفعها له من ماله، كما قام هذا المحسن الكريم أثناء نظارته على دير القديس أنطونيوس ببناء كنيسة آبائنا الرسل وكرسها مع كنيسة أنبا مرقس بالدير المذكور، لأنه كان مملوءا غيرة واهتماما بشؤون أمته وكنيسته القبطية، وقام أيضا بتحمل مصاريف حفلة إقامة تنصيب البطريرك على نفقته الخاصة. وانقضت أيام هذا البابا في هدوء واطمئنان، وكان يعمل على تنفيذ القوانين الكنسية، فأبطل الطلاق لأي سبب، ومضى لهذا الغرض إلى الوالي ابن إيواز وباحث علماء الإسلام، فكتبوا له فتاوى فرمانا من الوزير بأن عدم الطلاق لا يسري إلا على الدين المسيحي دون غيره، وأنه ليس لأحد أن يعارضه في أحكامه، فأمر الكهنة أن لا يعقدوا زواجا إلا على يده في الايته، بعدما اعترضه رجل ابن قسيس كان قد طلق امرأته وتزوج غيرها بدون علمه، فأمر بإحضاره ليفصل بينهم، فأبى ولم يحضر، فحرمه هو وزوجته وأبيه القمص، فمات هذا الرجل بعد أن تهرأ فمه وزاب لسانه وسقطت أسنانه، أما أباه فاستغفر وأخذ الحل من البابا ومات. ورعى هذا البابا رعية المسيح رعاية صالحة، ولما أكمل سعيه مرض قليلا تنيح في يوم 26 برمهات سنة 1442 شهداء في الصوم الكبير، ووضع جسده في مقبرة الآباء البطاركة ببيعة مركوريوس أبي سيفين بمصر القديمة. أقام على الكرسي مدة 7 سنين و7 أشهر و11 يوم، كان محسنا كريما رحوما بشعبه متشبها بسلفه، وكان عمره 46 سنة تقريبا. عاصر السلطان أحمد الثالث العثماني وخلى الكرسي بعده 9 أشهر و11 يوم. وفي سنة نياحة هذا البابا وقع وباء الطاعون في البلاد مع قحط شديد، تنيح قصوص كثيرون وأساقفة، ووقع الموت على الناس من الإسكندرية إلى أسوان، واضطر الناس إلى ترك الزرع حتى صاروا يدفنون في الحصر
يدفنون في الحصر من قلة الأكفان. وفي تلك السنة تلفت زراعة القمح في وادي النيل ولم يسد حاجة البلاد، ووقع القحط والغلاء. لطف الله بعباده ونفعنا ببركات وصلوات المثلث الرحمات البابا البطريرك بطرس الأسيوطي، وربنا المجد دائما أبديا أمين. أكيوس أوسي أوس أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسك. أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. بما
مخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري لوكا البشير التلميذ الطار. بركات على جميع أمين. من مزامير وتراتي ربينا داود النبي والملك بركاته. ارحمني يا رب فإني صرخت إليك النهار كله. فرح نفس عبدك فإني رفعت نفسي إليك يا رب الليل. يا مبارك والآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. إلى الأبد آمين. وكان النهار قد بدا يميل فتقدم إليه الإثنى عشر وقال له اصرف الجموع ليذهبوا إلى الكرة المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلون فإنها هنا في موضع كاف. فقال لهم أعطيهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن فنشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5,000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكوا في كل موضع 50-50. ففعلوا هكذا واتكوا أجمعين. وأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وبركهما وقسمهما وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع. فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفع ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة. والمجد لله داء. والابن الروح القدس الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. النهارده بدايه الاسبوع الخامس يوم الاثنين اول يوم في الاسبوع الخامس. كل سنه طيبين. اللي ما لحقش يصوم يبدا يصوم معانا عشان نشترك مع الكنيسه في الصيامات وفي العباده بتاعه الكنيسه. زي ما سمعتوا حضراتكم الانجيل بتاع النهارده انجيل اشباع الجموع. الانجيل ده بيتكرر كتير والكنيسه حطاه لنا برده كل يوم في انجيل الساعه 9 في الأجبية. هو نفس الإنجيل ونفس الأعداد اللي سمعناها النهاردة. هنحاول نربط ما بينها وما بين الحد بتاع السامرية اللي هو الحد الإنجيل بتاع امبارح اللي هو حد النص. ربنا يسوع المسيح له المجد اتكلم مع المرأة السامرية عن ماء الحياة اللي هو إشارة إلى الروح القدس. والنهاردة بيتكلم عن خبز الحياة ودي إشارة واضحة جدا لسر الإفخارستية وسر التناول. المية رمز للروح القدس والخبز بتاع النهاردة رمز للإفخارستيا اللي هو بيشبع بس الشبع الروحي مش الشبع الجسدي. في قطع الساعة 9 نفس الإنجيل اللي بيتقري كل مرة لقيت حاجة ظريفة قوي بيقول قدس نفسي وأضيء فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيية كيما إذا زقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجنا. ربنا يسوع عايز يقول لنا أنه في فترة الصيام بنجهز نفسنا أو بنفتكر عهد المعمودية بتاعنا وبنفتكر عهد التوبة. تلاقي كل الأناجيل بتاعة الأحاد بتتكلم عن المية وعن محبة الله الآب وعن التوبة. أو بالنسبة للموعوظين اللي بيدخلوا الإيمان جديد بتتكلم عن المعمودية وإزاي يجهزوا نفسهم لعشرة المسيح ولعشرة السماء. فربنا يسوع عايز يقول لنا إن إحنا مش بس نلتفت إلى الخبز اللي العالم بيقدمه
أو مش بس هنمشي وراء المعجزات أو مش هنمشي وراء الحاجات المادية، لكن عايز يرفع المستوى بتاعنا الفكري والحسي من المستوى الأرضي إلى المستوى السمائي. مش هنوصل للمرحلة دي إلا لما ندوق من إحسانات الله. يقول لكيما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء. لما ندوق من إحسانات ربنا ولما ندوق نعم ربنا ولما الواحد يشترك في العبادة بتاعت الكنيسة ويبقى حار بالروح، يبدأ إن هو كل حاجة عنده تبقى ملهاش قيمة، ويبقى الحياة مع المسيح وتبقى الحياة الأبدية والحياة التانية هي تبقى أفضل من كل شيء. مش هنوصل إلى حتة اشتياق بهاء المجد بتاع ربنا والعشرة معاه، مش هنوصل لمرحلة إن أنا أقول العيشة معاك يا رب أفضل من كل شيء غير لما نتحد بالمسيح ونزوق من إحسانات الله. هي دي الحاجة الإيجابية اللي ربنا يسوع عايز يلفت ليها نظرنا. في المزمور بيقول ارحمني يا رب فإني صرخت إليك النهار كله، فإني صرخت إليك النهار كله. آدي القعدة بتاعت السامرية مع المسيح، صراخ النهار كله. هو ده اللي يخلي الواحد يدخله في عمق الحياة مع ربنا. تلاقي كتير من الناس أسئلة كتيرة، شباب أو كبار، يقول أنا بصلي وبصوم وبتناول وبعترف وبروح وباجي الكنيسة، بس مش حاسس بعمق الحياة الروحية مع ربنا، مش حاسس إن أنا واقف بكلم المسيح، مش حاسس يعني إيه الحياة الأبدية، مش عارف يعني إيه أوجد مع الله، مش حاسس بالمعاني دي. ليه؟ لأنه مفيش صراخ النهار كله بقلب لا يفطر، مفيش القلب اللي حاسس انه الحياة اللي جاية هي اللي باقية. الحياة بتاعت الجسد دي كل ده هيروح التراب. اذا الاكل اللي بيقدمه العالم ما فيهوش حياة في حد ذاته، وهو ده الهدف من الصيام، ان انا مش بعتمد على الاكل اللي بيقدمه العالم. الدليل على كده ان الجسد ده بعد فترة هيروح التراب، لكن ايه اللي باقي؟ اللي باقي هو الروح. فالغرض ان انا اهتم بالحياة الروحية واهتم بغذاء الروح عن غذاء الجسد، علشان نبدأ نزوق من احسانات الله ونبدأ نبقى شركاء النعمة. اجعلني شريكا لنعمة اسرارك المحيي. مش هنوصل الى المرحلة دي الا لما يكون في صراخ النهار كله. يقول فرح نفس عبدك فاني رفعت نفسي اليك يا رب. اهي رفعت القلب دي ورفعت الايدين والتركيز في حياة الواحد الروحية هي اللي تدخل الواحد بقى في عمق الحياة الروحية. معجزة اشباع الجموع ربنا برضو عايز يلفت نظرهم، مش بس تمشي ورا الخبز. انا عايز الفت نظرك لحاجة تاني، انه اعمل للطعام الباقي للحياة الابدية. عايز يرفع نظرنا ويرفع يرقي المستوى الروحي بتاعنا. ليه؟ لان خطورة الانغماس في الحياة الجسدية تعمل حاجة وحشة جدا، تعمل حاجة اسمها الجهل، او تعمل ظلمة في العقل وتعمل عناد، تخلي الواحد عنيد، تعمل ظلمة في العقل وتعمل جهل زي ما عمل مع السامرية. قال لها هاتي الخمس ازواج اللي معاك واللي معاك دلوقتي ليس هو زوجك، فقال لها حسنا قلت بالصدق. يعني الخطية متكررة عندها فيها نوع من الانغماس في الحياة الجسدية. كل واحد بقى يطبقها على نفسه. الانغماس في الحياة الجسدية ده يكون بايه؟ بالشوبينج، بالتلفزيون، اي حاجة بتعمل ديستراكشن عن تركيز الواحد في حياته الروحية، يبقى هو ده الانغماس في الحياة الجسدية. الانغماس ده بيعمي العين وبيظلم العقل، يخلي الواحد بعيد عن عمق الشركة وعمق الحياة مع المسيح. زي ما سمعته في السنكسار، الراجل اللي منغمس برضو في الحياة الجسدية بتعمل عند، حتى لو الواحد جه بيقدم توبة بتبقى توبة سطحية وتلاقيه بيرجع تاني لنفس الاعتراف ونفس الخطايا. السبب ان احنا ما دقناش من احسانات الله، السبب انه ما فيش صراخ اليوم كله، ما فيش رفعة القلب ورفعة النفس الى الله اليوم كله بقلب لا يفطر. اقدم لك تسبحة بغير فتور. الحاجة الايجابية هي اللي تطرد الحاجة السلبية. ففي معجزة اشباع الجموع رب المجد عايز يرفع نظرنا من المستوى الجسدي الى المستوى الروحي، لان الانغماس في الحياة الجسدية والملذات العالمية بيعمي العين وبيظلم العقل ويصيب الانسان بالجهل.
وبعد كده الواحد يبقى محتاج المسيح المعلم والمسيح المخلص الفادي اللي يرشد ويعلم ويصحح المفاهيم، وهو جالنا اتجسد وعاش في وسطنا علشان يزيل ظلمة العقل ويزيل الجهل بتاعنا ويشبع الجموع من خيرات الحياة الأبدية ويرفعنا للمجد السمائي، عشان بعد كده اعرف يعني ايه حب الله الآب، يعني ايه اوجد مع المسيح، يعني ايه الحياة الأبدية. جه بنفسه وتجسد وعاش في وسطنا علشان يدينا ماء الحياة ويدينا خبز الحياة ويقولنا ان الله الآب بيحب كل انسان، الله يسعى لخلاص كل نفس بشرية، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. جه علشان يدي الماء الحياة الروح القدس وخبز الحياة. ربنا يدينا قوة ونعمة انه يرفع نظرنا ويرفع قلوبنا من مستوى الحياة الجسدية الى مستوى الحياة الروحية، ولإلهنا المجد الدائم الى الابد امين. تيرين انت ابنو ديسيتاس شوسيونس نيفنس ايري انيتين هيتخيم بخريستوس إيسوس بن شويس أي إرنوف بشويس إيسوس كوني جيمون فوقنات إرنوف يودي أمان شويس كوي فول جي بنيو تتخين فيو رفتو فوين جي بكرا مارس إن جي تكمت أورو جي بقب بيوشان إني جي فز ماروت إن جي فيوت نمي بشير نم بب نف ما إسوا تتريا سنجي كبول تنوش تموز تنتيونس إي بي بروزف كيسا سيتي نفاق και το πνεύμα Τίσο. أيضا فلنسأل الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية يا رب رحم هذه الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها كل الشعوب وكل القطعان، باركهم السلام الذي من السماوات أنزله على قلوبنا جميعا، بل وسلام هذا العمر أنعم به علينا إنعاما، الملك والرئيس والجند والأراخنة والمشير والجموع وجيراننا ومداخلنا ومخارجنا، زينهم بكل سلام يا ملك السلام. أعطنا سلامك لأن كل شيء قد أعطيتنا، اقتنينا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف إلها آخر سواك، اسمك القدوس هو الذي نقوله، فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس، ولا تدع موت الخطية يقوى علينا نحن عبيدك ولا على كل شعبك يا رب رحم. أيضا فلنسأل الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، أذكر يا رب بطريركنا الأب المكرم رئيس الكهنة البابا أنبا تودروس الثاني يا رب رحم حفظا احفظه لنا سنين كثيرة وأزمنة سلامية، مكملا رئاسة الكهنوت المقدسة التي ائتمنت عليها من قبلك كإرادتك المقدسة الطوباوية، مفصلا كلمة الحق باستقامة، راعيا شعبك بطهارة وبر، وجميع الأساقف الأرثوذكسيين والقمامسة والكسوس والشمامسة وكل امتلاء كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، أنعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية في كل موضع، صلواتهم التي يقدمونها عنا وعن كل شعبك وصلواتنا نحن أيضا عنهم اقبلها إليك على مذبحك المقدس الناطق السماء رائحة بخور، فسائر أعدائهم الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم وأزلهم تحت أقدامهم سريعا، أما هم فاحفظهم في سلام وعدل في كنيستك المقدسة يا رب رحم. أيضا فلنسأل الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها يا رب رحم، أعطي أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق أن نصنعها كمشيئتك المقدسة الطوبوية، بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة، انعم بها يا رب علينا وعلى الآتين بعدنا إلى الأبد، عبادة الأوثان بالكمال اقلعها من العالم الشيطان وكل قواته الشريرة، اسحقهم وأزلهم تحت أقدامنا سريعا، الشكوك وفاعلوها ابطلهم،
ولتنقض افتراقات فساد البدع أعداء كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أذلهم حل تعاظمهم عرفهم ضعفهم سريعا ابطل حسدهم وسعايتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا اجعلهم يا رب كلهم كلا شيء بدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورات أخي توفل أمين يا رب قم أيها الرب الإله وليتفرج جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس أما شعبك يا رب فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك المقدسة إن صوفيا صوبروس خمين كريا ليسون خلهم اسمي بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأنس وصلب عنا لاص البنطي تألم وقرأ بالأموات في اليوم الثالث كما كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي باسم الآب نسجد له ونجد الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معبودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين Και το πνεύμα τη رئيس الحياة وملك الدهور اللهم الذي تكسو له كل ركبتين ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض الذي الكل مزلول وخاضع له بعنق العبودية تحت خضوع قضيب ملكه الذي تمجده الأجناد الملائكية والطغمات السمائية والطبائع العقلية بصوت لا يسكت ناطقين بألوهياته وإذ سررت بنا نحن أيضا الضعفاء الأرضيين أن نخدمك لا من أجل نقاوة أيدينا لأننا لم نفعل الصلاح على الأرض بل مريدا أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهرك اقبلنا إليك أيها الصالح محب البشر إذ ندنو من مذبحك المقدس ككثرة رحماتك واجعلنا إذا أهلا للسلام السمائي اللائق بلاهوتك والمملوء خلاصا لنعطيه بعضنا لبعض بمحبة كاملة ونقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب ارحم حاسة مرزولة رافضة لمخافاتك ولا بفكر غاش مملوء من شر الخائن غير متفقة نياتنا في الخبث بل برغبة أنفسنا وتهليل قلوبنا
ربنا إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبتي ابنك الواحد. ولا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا، لأنك أنت العارف كخالق جبلاتنا أنه ليس مولود امرأة يتزكى أمامك. فاجعلنا إذن أهلا يا سيدنا بقلب طاهر ونفس مملوءة من نعماتك، أن نقف أمامك ونقدم لك هذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية، صفحا لزلاتنا وغفرانا لجهالات شعبك، لأنك أنت إله رؤوف ومتحن. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا 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 على الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصت بشفاعة والدة الإله القديسة مريم. يا ربنا اغفر لنا بمغفرة خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك تيت وخلصتنا. رحمة السلام ذبيحة وعادلون، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادلون ومقدس ونافع ولائق لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. أيها الكائن السيد الرب الله الآب ضابط الكل في كل زمان وبكل مكان لربوبياتك، أن نسبحك ونرتل لك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونشكرك ونمجدك
ونعترف لك ليلا ونهارا بشفات غير هادئة وقلب لا يسكت وتمجيدات لا تنقاطع. أنت هو الذي خلق السماوات وما في السماوات والأرض وكل ما فيها، البحار والأنهار والينابيع والبحيرات وما في جميعها. أنت هو الذي خلق الإنسان كصورتك وكشابهك، وخلقت كل الأشياء بحكمتك، نورك الحقيقي، ابنك الوحيد، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح. هذا الذي من قبله نشكره ونقرب لك معه مع الروح القدس الثالوث القدوس المساوي غير المفارق، هذه الذبيحة الناطقة وهذه الخدمة غير الدموية، هذه التي تقربها لك جميع الأمم من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، لأن اسمك عظيم يا رب في جميع الأمم، وفي كل مكان يقدم بخورا لاسمك القدوس وصعيدة طاهرة، وعلى هذه الذبيحة وهذا القربان. أيها الجنود كفوا. أنت لأنك أنت هو الله الذي فوق كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة وكل سيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل وفي الآتي. وإلى الشرق انظر. أنت الذي يقوم أمامك ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين يخدمونك، أنت الذي يقوم أمامك كائناك الكريمان جدا ذو الستة الأجنحة الكثيرة الأعين، السيرافيم والشيروبيم، فبجناحين يغطون وجوههم من أجل لاهوتك الذي لا يستطاع النظر إليه ولا التفكر فيه، وباثنين يغطون أرجلهم ويطيرون بالاثنين الآخرين، لأن في كل زمان يقدسك كل أحد، لكن مع كل من يقدسك اقبل منا تقديسنا نحن أيضا يا رب، إذ نسبحك معهم قائلين. نانسيت قدوس قدوس
قدوس قدوس رب الجنود السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس بالحقيقة أيها الرب إلهنا السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس من قبل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح املأ هذه الصعيدة التي لك يا رب بالبركة التي من قبلك بحلول روحك القدوس عليها آمين وبالبركة بارك تقديس قدس آمين كرابينك هذه المكرمة السابق وضعها أمامك هذا الخبز وهذه الكأس لأن ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح في الليلة التي سلم ذاته فيها ليتألم عن خطايانا والموت الذي بذله بذاته بإرادته وحده عنا كلنا الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحييتين نؤمن أن هذا هو بالحقيقة نحو السماء إليك يا الله أباه وسيد كل أحد وشكرا آمين وبركاه لخواصه التلاميذ القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين
يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة أفوت من انسى بذي ابنون أفتط في فولكن أؤير بنم أمو أؤطاف شبه موت. آمين. أف اسمو إيروف. آمين. أف إرأى استيف ويمكي أمور ومنك ذبصة ظومي أفجمتي بي أفتيف أون نتنوف أجيوس ماسيتيس أوهن أبوستولوس إس أواب إفجو إيموز جيت شيسو إفولن خد في تيرو فاي غار بيبا إسنو فنتيتي ذي سيكم فيري إتو نافون في فول إجن سنون مهان كميشن ستيف إبكو إفولن تي نينو في فاي آريت في إبا إرف مي فاي أم بخين أم اسمي آمي لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي. آمين 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 بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعتبر نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله ضابط الكل فيما نحن نبشر بموت ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ونعترف بقيامته المقدسة وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وننتظر ظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدان في انقضاء هذا الدهر هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كأعماله إن كان خيران
وإن كان شاراً رحمتك يا رب وليس كخطايا وضعنا أمام مجدك القدوس قرابينك مما لك يا أبانا القدوس. اسجدوا لله بخوف. نسأل رب من صلاحك يا محب البشر لا تخزينا بالخزي الأبدي ولا تطرحنا نحن عبيدك ولا تصرفنا عن وجهك ولا تقل لنا أنني لست أعرفكم بل اعطي ماء لرؤوسنا وينبيع دموع لأعيننا لكي نبكي نهارا وليلا أمامك على زلاتنا لأننا نحن شعبك وخراف قطيعة. تجاوز يا رب عن أثامنا وإصفح عن زلاتنا التي صنعناها بمشيئتنا والتي صنعناها بغير مشيئتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة التي سبق إظهارها والتي نسيناها، هذه التي يعرفها اسمك القدوس. اسمع يا رب طلبة شعبك والتفت إلى تنهد عبيدك من أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي. لا تحرم ولا تمنع شعبك من حلول روحك القدوس. ارحمنا يا الله الآب ضابط كل، ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. يا رب ارحمنا لأن شعبك 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 وبيعتك يطلبون إليك قائلين ارحمنا يا الله هو الأب ضابط الكل، ارحمنا يا الله هو الأب ضابط الكل، ارحمنا يا الله هو الأب ضابط الكل. يا رب رحام اسجدوا وارسل إلى أسفل من علوك المقدس ومن مسكنك المستعد ومن حضنك غير المحصور من عرش مملكة مجدك البارك لي روحك القدوس الأقنوم غير المتحول ولا متغير، الرب المحيي الناطق في الرسل والأنبياء والناموس، الحال في كل مكان والملئ كل مكان ولا يحويه مكان، هو يجري التقديس بسلطة بمسرتك للذين يحبهم، ليس كالخادم البسيط في طبيعته الكثير الأنواع في فعله، ينبوع النعم الإلهية المساوي لك المنبثق منك، شريك عرش مملكة مجدك وابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح. علينا نحن عبيدك على هذه القرابين المكرمة التي وضعناها أمامك، على هذا الخبز وعلى هذه الكأس لكي يتطهرا وينتقلا. نسيت آمين. وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له. آه 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 آه
الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي لا آه آه إلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح آمين لكي يكون لنا نحن جميعا المتناولين منهما إيمانا بغير فحص يا رب ارحم Love without hypocrisy, perfect patience, firm hope. Lord have mercy. إيمانا وحراسة وعافية وفرحا. كيري ليسون. You will for the soul, body and spirit glory to your holy name. Lord have mercy. شركة سعادة الحياة الأبدية وعدم الفساد وغفرانا للخطايا يا رب ارحم Lose the bounds of those who are in distress Lord have mercy الجياع أشبعهم صغير القلوب عزيهم الساقطون أقمهم والقيام يا رب ارحم Return those who have strayed Bring them all into the way of your salvation Count them with your people And we to redeem us from our sins Being a guardian and a shelter over us In everything Lord have mercy Lord have mercy Lord have mercy نطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية اطلبوا عن سلام الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية وخلاص الله في الشعوب والهدوء في كل مكان وليغفر لنا خطايا يا رب ارحم كائنا من أقصى المسكونة إلى أقصاها أذكر يا رب رئيس أرضنا عابدك لكي المسيح لنا يعطينا الرحمة ورافع أمام السلاطين الأعزاء ويعطف قلوبهم علينا بالصلاح في كل حين ويغفر لنا خطايانا يا رب احفظه بسلام وعدل وجبروت ولتخضع له كل البربر الأمم الذين يريدون الحروب في جميع ما لنا من الخصب تكلم في قلبه من أجل سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أعطه أن يفكر بالسلام فينا وفي اسمك القدوس لكي نحيا نحن أيضا في سيرة هادئة ساكنة ونوجد في كل تقوى وكل عفاف بك يا رب ارحم اذكر يا رب بطريركنا الاب المكرم البابا انبت ودروس الثاني اخويه الروحيين ماري اغناطيوس افرام الثاني بطريرك انطاكيا وابونا انطونيوس بطريرك اريتريا عن حياة وقيام أبينا رئيس الكهنة البابا أنبا تودروس الثاني أخوي الروحيان ماري أغناطيوس إفرام الثاني بطريرك أنطاكيا لكي المسيح إلهنا يحفظ لنا حياتهم سنين كثيرة وأزمنة سلامية ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم حفظهم لا
لنا سنينا كثيرة وأزمنة سلامية، مكملين رئاسة الكهنوت المقدسة التي ائتمنتهم عليها من قبلك كإرادتك المقدسة الطوبوية. أذكر يا رب آبائنا الأساقف الأرثوذكسيين الذين في كل موضع. أطلبوا عن كل آبائنا الأساقف الأرثوذكسيين الذين في كل مواضع المسكونة والقمامسة والقصوص والشمسة وكل ضامات الكنيسة لكي يحفظهم المسيح إلهنا من كل شر ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم. والقصوص والشمامسة والإبودياكونيين والأغنستوسيين والمرتلين والقراء والرهبان والعذارى والأرامل والأيتام والنساك والعلمانيين والمقترنين بسر الزيجة ومربي الأولاد الذين قالوا لنا أذكرون والذين لم يقولوا الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم أعداءنا وأحباءنا اللهم ارحمهم يا رب ارحم. اذكر يا رب باقي الأرثوذكسيين الذين في كل موضع من المسكونة. اطلبوا عن باقي الأرثوذكسيين الذين في كل مواضع المسكونة كلها لكي المسيح إلهنا يثبتهم في الإيمان الأرثوذكسي ويحفظهم من كل شر جميع حياتهم ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم. اذكر يا رب هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديرة آبائنا الأرثوذكسيين. المقدس وكل مواضع وكل درة لابان الأرثوذكسيين والبراري والشيوخ والسكان فيها وطمأنينة العالم أجمع لكي يحفظهم المسيح لنا من كل شر ويغفر لنا خطايانا. يا رب كل كورة والكورة وكل بيوت المؤمنين احفظنا كلنا في الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير لأن هذا وحده هو رجاءنا. أذكر يا رب القيامة هنا والمشاركين لنا في الطلبة. اطلبوا عن القيام في هذا الموضع والمشاركين في الطلبة معنا لكي يحفظهم المسيح إلينا ويحرسهم ويقبل إليه طلبتهم ويرحمهم ويغفر لنا خطايانا. يا رب وبقية الذين في كل موضع من المسكونة احفظهم وإيانا بمعسكرات القوات المقدسة نجينا من سهام إبليس المتقد نارا وكل المصايد الشيطانية ومن فخ التزكية الكاذبة. يا رب اذكر يا رب كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم. اطلبوا عن كل الذين أوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا كل واحد باسمه ولكي المسيح إلهنا يذكرهم بالخير في كل حين ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم. في صلواتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك
أيها الرب إلهنا كهذا الوقت الذي لهذا القداس الطاهر الذين نذكرهم كل حين والذين في فكر كل واحد منا وتذكارهم الذي صار الآن فليكن لهم مثل سور ثابت غالب لكل مضرات الشياطين ومؤامرات الناس الأشرار يا رب ارحم اسجدوا لله بخوف ورعدة اذكر يا رب نفسي الضعيفة الشقية امنحني ان افهم ما هو عزم قيامي أمام مذبحك المقدس اقطع يا رب عني كل لذات الجهل والصبا لكي لا يكون لي هذا ثقلا في جواب يوم الدينون الرهيب نجيني من كل أفعال القوة المضادة ولا تهلكني بأثامي ولا تغضب إلى الأبد فتحفظ لي شروري بل أرني أنا أيضا صلاحك فيا نجيني أنا غير المستحق بكثرة رحمتك علي لكي أباركك كل حين جميع أيام حياة اذكر يا رب هذا الكهنوت المقدس الذي لا كان كهنوت المقدس وكل الرتب الكهنوتية الأرثوذكسية لكي يستجيب لهم المسيح لنا ويحرسهم ويقويهم ويرحمهم ويغفر لنا خطايانا وكل الرتب الكهنوتية الأرثوذكسية وكل شعبك الواقف أمامك أذكرنا نحن أيضا يا رب بالمراحم والرأفات امحو أثامنا كصالح ومحب البشر اللهم شاركنا الحلول معنا لنخدم اسمك القدوس يا رب أهوية السماء وثمرات الأرض ومياه النهر والزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة باركها اطلبوا عن أهوية السماء وثمرات الأرض وصعود مياه الأنهار والزروع والعشب ونبات الحقل كي يبارك المسيح لنا ويتحنن على قبلته التي صنعتها يداه ويغفر لنا خطاياه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اسعدها كمقدارها كنعمتك فرح وجه الارض ليروى حرثها ولتكثر اثمارها اعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ارحم اذكر يا رب الذين
قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وضحايانا والذين قدموها يا رب ارحم آباؤنا وإخواتنا الذين رقدوا إذ أخذت نفوسهم نيحهم ذاكرا أيضا جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد أبائنا الأطهار رؤساء الأباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في إيمان وبالأكثار القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة ما أريم والقديس يوحنا السابق المعمدان والشهيد والقديس استفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء والقديس مرقس الرسول الطاهر الإنجيلي والشاهيد والبطريرك القديس ساويرس والقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس إغريغوريوس وأبونا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا والثلاث أنبا مقرات القديسين وأبونا أنبا يحنس كاما وأبونا أنبا بشوي وأبوينا القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا والقوي أنبا موسى وأبونا أنبا بخوم صاحب الشركة أبونا أنبا شنودة رئيس المتوحدين أبونا أنبا نوفير السائح وأبونا أنبا صموئيل المعترف وأبونا أنبا مرقس بجبل أنطونيوس وكل مصافي قديسيك إننا يا سيدنا لسنا أهلا الآن أن نتشفع في طوبوية أولئك القديسين بل هم القيام أمام منبر ابنك الوحيد ليكونوا عوضا عنا يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا وذلنا كن غافرا لأثامنا ماحيا زلاتنا من أجل صلواتهم المقدسة ومن أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء أبائنا القديسين البطارقة الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب عبيدك المنتقدين القمص نحمي إبراهيم عيال صليب مقريوس أمير سدهم عزمي رمسيس مجدي ميخائيل عادل منير حليم مقار متى كامل إسكاروس مفيد توادرس رزق كرياكوس فوزي ظريف سمير عبدالله سمعان فرح مينا سمعان جرجس صادق نشأة نجيب
حنا خليل أنيس عطية أديب جاد السيد سعد صليب إلين ميخائيل لبيبة منصور بسيط عبد الله عواطف صادق دميانة حنا جبونة رفائيل لوريس لولا جاد السيد دميانة حشمات تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا أبي. في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع خضرة على ماء الراحة الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دار الدهور كتفريت ينخن هبني ذين انت فتشي او انت فتشي اسمو او انت فتشي سي ان جي بك نشتن ران اس او خن هبني ذين الطيود او هتسمع رؤود نم ايسوس في اي خريستوس بك من ريت نشيري نمبي ابني ما إس أواب إي ريني باسي كتاب نما راتي سو فلنشكر الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسراره الإلهية المقدسة الغير المائتة اللذان لمسيحه الضابط الكل الرب إلهنا آمين آمين صلوا يا رب رب الإله ضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين إذ قال إن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم كريا ليصان كريا ليصان يا رب رحا الصوم والصلاة هما اللذان رفعا إلي إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود الصوم والصلاة
هما اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بإصبع الله. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما أهل نينوى فرحمهما الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبوا عنه. كريالي صان كريالي صان يا رب ارفع غضبك عنا. Fasting and prayer are those which the prophets pursued and prophesied concerning the advent of Christ many generations before his coming. Fasting and prayer are those which the apostles pursued. They preached to all nations and made them Christians, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Fasting and prayer are those which the martyrs pursued until they shed their blood for the name of Christ, who confessed the good confession before Pontius Pilate. Fasting and prayer are those which the righteous and the just and all the cross bearers pursued. They dwelt in the mountains, deserts, and all the holes of the earth because of their great love for Christ the King. Kyrie eleison, have mercy. ونحن أيضا فلنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونصلي آبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا من علينا ولا تسقطنا في الفتنة لكن اجعلنا من الشرور لأن لك الملك والقوة والمجد أبدا بخريستوس إيسوس بيه in choice ski falas imon to kireyo itina إنساننا الداخلي كطهر ابنك الوحيد ليهرب عنا المجد الباطل من أجل الذي لطم وجلد من أجلنا ولم يرد وجهه عن خزي البصاق فليهرب عنا الحسد والقتل والانقسام والبغضة من أجل حمل الله حامل خطية العالم
فليهرب عنا الغضب وتذكار الشر من أجل الذي سمر الذي سمر سك خطايانا في الصليب. الشياطين وإبليس فليهربوا من أجل الذي شتت رؤساء الشر وهتك سلاطين الظلمة. كل فكر رديء أرضي فليبعد عنا من أجل الذي صعد إلى السماوات كي نتناول بطهارة من هذه الأسرار النقية. نتطهر كلنا كاملين في أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا إذ نصير شركاء في الجسد وشركاء في الشكل وشركاء في خلافة مسيحك. هذا الذي أنت مبارك معهم الروح القدس المحي المساوي لك الآن كل أوان ورد أهر الدور كلها أمين. أيها سيدنا ربنا شايف نفسنا وأجسادنا وروحنا أنت الذي كنت معنا. فمي بروحك القدوس أيها الصالح حب بشر اللهم حمدك. ابدأ بقبول توبة عبيدك منهم نورا للمعرفة وغفرانا للخطايا. أنت إله رؤوف ورحوم، أنت طويل الأناة كثير الرحمة وبار. إن كنا قد أخطأنا إليك بالقول أو بالفعل أو بالفكر أو بجميع الحواس سامح واغفر واصفح لنا عن زلاتنك صالح ومحب البشر. اللهم حاللنا وحلل سائر شعبك. اذكر يا رب ضعفي أنا أيضا واغفر لي خطايا الكثيرة حيث كثر الاسم فلتكثر هناك نعمتك من أجل خطايا خاصة نجاسات قلبي. لا تمنع ولا تحرم شعبك من حلول روحك القدوس. اللهم حاللنا وحالل سائر شعبك. املأنا من خوفك ومن رؤيتك المقدسة من كل خطية ممكن عن كل جحود من كل يمين كاذب من كل ملوقات الهرطقة الوثنيين. أنعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل فكر رديء أرضي. امنحنا يا رب أن نصنع مرضاتك كل حين. اكتب أسماءنا مع صفوف قدسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا. هذا لازم من قبله المجد. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها خلصت حقا ومع روحك ننصن بخوف الله. امين. كريالايسون 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 القديسين مبارك الرب يسوع المسيح وقدوسنا الروح القدس آمين. واحد هو الآب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس آمين. السلام لجميعكم ولروحك أيضا جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إله هنا آمين. آمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. آمين. جسد ودم عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين. نهتي
نهتي تنهتي ووهتي ارمولوجين شابيني في اتخائي جي صيتي تصارك سن رفتنخو اتابك مونو جنيسين شيري بن شويس ووه بن نوتي ووه بن سوتي ريسوس بي خريستوس تشتسي ايفول كنتيني تشويس النبترينتي سي اوتوكوسيس اواب تي اجي ماريا وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي سلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عينين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين 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 أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم رتلوا بنشيد قائلين الليل ويا صلوا من أجل التناول بالسحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب يسوس بخريستوس سرنست بينا ريانو نممين ايو نممين ايجور اسمو ابنو تيخني يسقو وابتيرون طاب الليلو يا يسوس بخريستوس سرنست بينا ريانو نممين ايو نممين ايجور ازمو ورفق بي تجروف انت تفقو مليلو يا ايسوس بخريستوس رنستفين ريجو نممين ايو نممين ايجور ازمو ورفق طائب آشا انت تبمتني استيالليلو يا إيسوس بخريستوس رنستفين ريجو نممين ايو نممين ايجور ازمو هيرو خنقو اسمي ان صلبين غسل ليلو يا ايسوس بخريستوس ارنستفين ريجون نممين ايو نممين ايجور ازمو هيرو خلو بصلتي ليون نموكي صار الليلو ياي
إيسوس بخريستوس رنستبين ريجون نممن إيه أون نممن إيجوريز مويرو خنان كم كم نمهن خروس الليلويا إيسوس بخريستوس رنستبين ريجون نممن إيه Nememen Igor is Moerov Khinahan Kibnemo Organon Lilo Ya Isos Bechris Barak Lati Bismarab Mubarak Lati Bismarab Mubarak Lati Bismarab is Moerov Is more of Khan Kim Valon in Nisito is me and Lilo. Yeah, Isos de Christos Ernest Vina Diego. In a meleo, name in Igor. Is more of Khan Kim Valon. انت توش ليلو يا ليلو يا ايسوس بخريستوس رنستفي ريغو نممن ايو نممن ايغور نيفن نيفن مارو اسمو تيري بفران ام بشويسي بن نوتي الليلو يا إيسوس بخريستوس رنستفي نريغو نممن إيهو نممن إيغور زوك سبت ريك أيو كي أغيو ابن بموتي الليلو يا إيسوس بخريستوس رنستفي نريغو In a million, in ego. Can in Kai, Kestos, on a stone, on a mean, and Lilo, yes, Almasiah, Saman, Arbaina, ya woman, or Arbaina, Layla, and Sabiho, Fijamia, Kedisi, and Lilo, ya, and Lilo, ya, Yasu, Almasiah, Saman, Arbaina, ya woman, or Arbaina, Layla. سبحوا في جلد قوته هللويا هللويا يسوع المسيح صمعنا أربعين يوما وأربعين ليلا سبحوا على مقدرته الليلو يا الليلو يا يسوع المسيح صمعنا أربعين يوما وأربعين ليلة سبحوك كسرة عظمته الليلو يا الليلو يا يسوع المسيح صمعنا أربعين يوما وأربعين ليلا سبحوه بصوت البوق هللو يا هللو يا يسوع المسيح صمعنا أربعين يوما وأربعين ليلة سبحوا بمزمار وقصر هللو يا هللو يا يسوع المسيح صمعنا أربعين يوما وأربعين ليلة سبحوا بضفوف وصفوف
هللويا هللويا. يسوع المسيح صمعنا 40 يوما و40 ليلة. سبحوا بأوتار وأرغون هللويا هللويا. يسوع المسيح صمعنا 40 يوما و40 ليلة. سبحوا بصنج حسينة الصوت هللويا هللويا. يسوع المسيح صمعنا 40 يوما و40 ليلة. سبحوا بصنج التالين هللويا هللويا. يسوع المسيح صمعنا 40 يوما و40 ليلة. كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا هللويا. يسوع المسيح صمعنا 40 يوما و40 ليلة. زوك سبت ريك ايوكي اجيو ابن ماتي الليلويا. إيسوس بخريستوس ارنست فينا ريجون انمي ونمي مينيكو كنين كاي كيستو سي اونستوني اونون امين الليلويا. إيسوس بخريستو سرنست فينا ريجون انمي اني ونمي مينيكون هللويا هللويا. زوك صاصي اوسي اوسي من هللويا. إيسوس بخريستوس ارنست فينا ريجون هنمينيو نمهمين هللويا هللويا. بأوفا بنوتي بهللويا. إيسوس بخريستوس بشيري مبنوتي صوتم إيرون أوناينا. طوبى للرحمة سكي فإن الرحمة هل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل روح صوفيهم. الصوم الصوم يا ابن النور صوم وابتعد عن كل الشرور. لا تقل لا تقتل لا تزني لا تشهد بالزور ولا يميل قلبك إلى الشهوات. بالصوم والصلاة تنجو البرية وبهما ترتفع كل بلية. صوموا وصلوا بصفة نية لأن بهما محو السيئة. الطوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة اللي عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدس فيهم. صوموا وصلوا بصوف النية لأن بهم محو السيئات. تب وارجع بلا تقصير ولا تغفل بال فالعمر قصير. لأنه حاكم عادل وإله المصير يقبل من تب قبل المهيان.
جد على الفقراء ومن مالك واصنع الخيرات طول أيامك طوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدس فيهم وليتجرب الرب إليك واشكر اسمه في كل الأوقات حل لفظك لتصير حبيب أنطق بالحق لكي تصيب فالآمل واسمع والموت قريب ولا دوم شيء من مدخرات خلي عندك سبل الأشرار وصل بخشوع للماء نهر طوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدس فيهم خلي عنك سبل الأشرار واصل بخشوع للماء نهر اقرع صدرك مثل العشار القائل اغفر لكل السيئات داوم الصلاة وكن حريص ولا تتعظم مثل إبليس وانكز لك كنز نفيس لا يأكله سوس ولا أفد داوم الصلاة مع الطلبة واكسل عريان وأؤمن في الغربة لأن الباب ضيق والطريق كربة والداخلين فيه أهل الحسنات طوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدس فيهم روح للكاهن واعترف بذنبك وكن خايفا ملك ربك ولا تبغض ما يمل حبك ولا تسبب لأخيك عثرات زمان الخلاص قرب منا فإننا نعمل صالح ليدخلنا ولا يغلق بابي ويطردنا قائلا لست أعرف فاعل السيئات طوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدس فيهم زمن الخلاص قرب منا فإن نعمل صالحا يدخلنا ولا يغلق باب ويطردنا قائلا لست أعرف فاعل السيئات سيدنا صم وبه اقتدينا وصار صوبا فرض علينا ولا عذر لنا استوانينا لأنه يطالبنا بالمفروضة طوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة هل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل براق الصوفي جبن نبي قوي معرف طوفو انجي بكران ما رزقي انجي تكمي تقورو جيفوك ببي قوي شاني اني جيفز مارو قوتن جيفيو نم بشيري نم بيب نفما اسو ابتت هي سجي كيفو
أي بركة وأي تسبيح وأي شكر نستطيع أن نكافئك به يا الله محب البشر، إذ ونحن مطروحون لحكم الموت ومغموسون في حفرة خطايانا أنعمت لنا بالحرية وأعطيتنا من هذا الطعام غير المائة السماوي، أظهرت لنا هذا السر كله المخفى منذ الظهور والأجيال لكي تظهر الآن للرؤساء والسلاطين في السماء حكمتك المتنوعة بواسطة الكنيسة. يا الله الذي يدبر أعمالنا بحكمة وأكثر من الحد الذي نستطيع أن ندركه، ما هذه الرأفة كلها؟ وما هذا الاهتمام العظيم الذي لأبوتك الحانية؟ وما هذه اللجة التي لصلاحك يا الله؟ بالحقيقة أنت الذي ينبغي لك كل المجد والعظمة والعز والسلطان قبل الدهر كله، من قبل الدهر كله أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان والدهر كلها أمين. أمين. تسقيف الله سيمون تكيري وكلنتي احن رؤوسكم للرب أمامك يا رب خاضعين وساجدين. أنت الذي وضعنا حياتنا عندك يا رب أيها الرب الذي يملأ الكل، احفظنا في كل موضع نحضر فيه الخشوع الذي صار لنا بالصلاة وطيب القلب بهذه الحياة المستقيمة، احفظهما لنا غير مسروقين ولا بلا ندم، كي في كل زمان وكل مكان لربوبياتك ننظر إليك ونسلك فيما يرضيك وما تهواه أنت، لكي لا نخزى في يوم الحكم الحقيقي هذا الذي فيه ينال كل واحد مجازاة. استقف الملائكة ويدين ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. مجداً وإكراماً إكراماً مجداً للثورس القدس الآب والابن الروح القدس. يا ملاك هذه الذبيحة الطائر العلو بهذه التسبيحة أذكرنا أمام الرب لكي يغفر لنا خطايانا فنسبح مع ملائكة قائلين مجد الله في العال وعن أرض السلام وفي الناس المصر سوماتوس كيماتوس مونو جينيثيو ميتالا فنتي سبتو في خارستي سوميز زكسا باتريك إيوكي عيوك سوماتوس كيماتوس مونو جنيثيو متالا فنتي سفتو إفخارستي سومي كنين كاي كيستوسيو واي بيبا سومين بس نوفن تيبي مونس كنوتي نايتي نتشي إيفولن خيتو مارين شيبي موتن توت مارين هوس نمني أنجيلوس نمني طامن تيبي تشيسي نمو خورسن تنزمي موشي فورين قوي موت جوي طور نستافي ناري يقون إنه مي إن إيهو نمي مي إن إيهور شوبي روكن تنستيا كوني فورين أنومية إني طور نمن برزفيا تيتي أشوي سنب ماريا سوتي مونو ناينا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا فنوكي سونامي موهرو اس موهرو سيمي طانيا كوني قمبي اسمو. يا ربنا يسوع المسيح ملك الدهور الذي صام عنا 40 يوما و40 ليلة اقبل يا رب إليك صومنا واغفر لنا أثامنا واسفح عن زلاتنا امنحنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك احفظنا بقداسة وبر جميع أيام حياتنا بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين سيدتنا وقتلة القديسة مريم والثلاثة العظماء المنورون ميخائيل وغبريال ورفائيل وكافة رؤساء الملائكة والطغمات السمائية والأبرار والصديقين والشهداء والعباد والنساك والسواح والذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور وبركة السيدة العذراء ومن الطاهر أولا وأخيرا وبركة الصوم 40 الخلاصة لازم مخلصنا الصالح بركاتهم المقدسة هبتهم ومعنتهم ومحبتهم وقوتهم وشفاعتهم فتكم معنا جميعا أمين بخريستوس بالنوتي. أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا جيتوك تتجوم نمبيؤ ونمبسمون نمبيئ ماهي شائني أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمه تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. الآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم امضوا بسلام وسلام الرب يكون مع جميعكم. إن شاء الله الاثنين اللي جاي يبقى القداس من 3:30 ل 6:30 7 كده تحظكم.
ان شاء الله من الاثنين الجاي 3:30 ما فيش من 9:30 تاني. كل سنه وانتم طيبين.